ابو المثل يقول لك شوفيان شر مله شنو؟ اها حلو. شنو قصه هذا المثل؟ ليش قالوا شوفيان شر مله عليوي؟ ما اعرف بس اعرف المثل. اي بس انا حبيتك القصه ما اعرف يعني المن منا شوفيان شر ولا شو تقول؟ والله ما اعرف. والله ما تعرف؟ ما اعرف. ليش ما اعرف؟ ايش عجب؟ ما مر عليه. ما مر عليك؟ لا تقول مر علينا. لا هنا يعني تخارب ترى. ليش؟ ها؟ ماكو. شنو ماكو؟ ما سمعت. مو لوحة ورسم. لا ما سمعته. ما سمعت شي مثل بحياتك أبد؟ لا. شوف يا انشار مولع علاوي دائما اتسكتوا مراتكم تنظفون بالبيت أو وقتي تتنظف تقولها باعة تنظفك شوف يا انشار. إي. يعني نقولها. يعني شو ما شو؟ يعني تسويها من ورا خشمها. إي شنو القصة؟ من ورا خشمها؟ لا 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 هي القصه مولع عليه وانا حسب ما سامعها انه يقولون انه هو كان يعني قاص حكواتي هيك شيء يعني مو بالجامع وش سوالف. لا هو هيك من هالنوع يعني الى فد نوع من انواع الخطابه او كذا هيك فكان شلون اللي يعني يريد فرصه سهله يلقيها بس يدي يخلص منها يلا تمام هاي اعطيكم فرصه انت ما تعرف نعرفها هي شوفان شر تبعد عن المشاكل عن كل شيء شوفان شر المشاكل دائما ورانا اي وش هو مولع عليهم مولع عليهم من هو؟ ما اعرفه ما تعرفه؟ ما صادقته ابد؟ لا حلو زين هسه انتم عندكم موبايلات وكل واحد بيكم لازم عنده انترنت بالموبايل صح؟ عندكم 3G؟ ولا انت؟ ولا انت؟ انتم؟ ولا واحد اعطيتكم فرصه تطبون على الجوجل ولا واحد منكم راح يطب فكروا شفيان شر مولع عليوي